صلي يا ابو جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. الولد سخنان كثير ها؟ قال عم يطلع اسنانه. شو يطلع اسنانه؟ ليش الولد هيك لك عمي؟ يا ابو جميل بوس ايدك اسعفوا للولد بعدين بنشوف ليش طالع حرارته. بوس ايدك. ان شاء الله. بس يا عمي هذا الولد كان لازم تاخذه على المستشفى. ليش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لك شو بالولد؟ شو صار له؟ الولد اعطاكم عمره. شو عم تحكي؟ انت اللي قتلته يا ابو جميل، انت اللي قتلته. لك يا عمي شو عم تحكي؟ لك شو قتلته وما قتلته؟ اسمع يا ابو جميل، وصل الولد لعندك وكان عايش وانت اللي قتلته. يا جماعه خير؟ شو بخير تخلعوا؟ اسمعوا يا جماعه، ابو جميل قتل ابن ابني. سلام قولا من ربي الرحيم. شو الحكي يا ابو جميل؟ لك يا مختار الولد خلص عمره، انا شو دخلني؟ والله لا اخرب بيتك يا ابو جميل، والله لا اخرب بيتك. لا حول ولا قوه الا بالله. لك شو المصيبه هاي؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا عمي شو في؟ شرف مع الكراكون. ليش شو في بالكراكون؟ وليش بدكم تاخذوا ابع الكراكون؟ خليك بحالك يا جميل، خليك بحالك، عم حكي ابوك. رئيس الكراكون عاوزك ضروري، وهلا لازم تروح على الكراكون فورا. وشو بده مني رئيس الكراكون؟ شو بعرف لي شو بده منا؟ انا الاوامر عندي، روح اخذك على الكراكون، بقى شرف معي. وامشي معي برواق احسن ما اشحطك، عيب بحقك اشحطك قدام الحارة. شو تشحطه ما تشحطه؟ انتبه لكلامك وفيق. لك كم مرة قلت لك خليك بحالك يا جميل، احسن ما اشحطك انت الثانية. خلصنا يا ابي، خلصنا. شو خلصنا يا ابي؟ شارك معي وفي قدامك. قدامي دير بالك على الدكان يا بي، باذن الله ما راح تطول عليك. ان شاء الله شرف معي. يلا خلصني هسه هيك تويا، وانا ما راح اخليك ساعه واحده بالكراكون يا بي. وين اخذينه؟ وين اخذينه؟ كفارة عيون كفاره. جميل شو هاد؟ شو بده وفي من ابوك؟ لوين اخذينه؟ لوين يعني مختار؟ على الكراكون. ليش بقى لك ابني؟ يمكن مشان قصه ابنه لبشير، بس ما يدكوه لابي بالسجن. مختار علي ما علي اذا بيعملوها، ليشوفوا مني شي ما صار. خلص ابني خلص اهدى، انا رايح على الكراكون لا اعرف شو القصه، وافهم من غازي افندي ليش اخذوه لابوك. يا ريت مختار، يا ريت تروح وتفهم الموضوع قبل ما طق براسي. شو رايك روح معك مختار؟ شرف ابو راتب. شرف شرف جملوه. انا رح اعمل برمه بالحاره وارجع لعندك. عم استناك. جميل شو بتعتاز رقبه السدادي ابي؟ الله حياك عمي وصافى الله. فكر حاله رئيس كراكون وبده يمشي كلمته علينا، فهي كتير بعيدة عن اسنانه مختار. ايش كان بده يمد ايده على ابي؟ بدي احسب الله ما خلقه هو وولاده. جميل روق، شغله ما بتمشي بالضوجان، بدها رواق. انو رواق يا عمي ابو عامر؟ ايش كان المختار بذات نفسه راح هو وعمي ابو راتب لعنده وما سمع منه؟ غازي حاطط نوره من نقرنا يا كبير. روق صبري، ابوك باذن الله اليوم ببات ببيته، اكيد غازي يا فندي راح يطالعه. وإش كان ما طلع يا كبير؟ أنا بروح بذات نفسي وبطالعه. الله يجبر بخاطرك يا كبير أنت وكل كبارية الحارة. بس يكون بعلمكم يا جماعة، إذا غازي أفندي بده يلمسه لأبي بده يندم. سلام عليكم. سلام عليكم. الله معك. ما همك ما همك ما هيك؟ عامل حالك مو همك. استنى شوي. ما همك والله انا موتك مثل ما موتوا لولدي. اسكتني بابا. ان شاء الله ما تؤاخذني يا عمي ابو جميل، انا عبد مأمور. خذ بصملي هو. لك عمي انا على ايش بدي بصوم؟ علي قلته لك يا عمي. انا شو قلت لي؟ شو قلت؟
قلت لك ما قتلته. والله يشهد علي ربي ما قتلته، والله ما قتلته. تعال ابصمني على هالحكي. هات لشوف. ايه انا على هذا الكلام ببصم. انا بعرفه لغازي افندي بده يعمل لي مشكله مشان يعلي لي مشنقتي قدام العالم. بعرفه. والله يخرب بيتك عمي. ان شاء الله ما تاخذني يا ابو جميل، انا مو طالع بايدي شيء. والله مو هاين علي اللي عم بيصير فيك. بعرف والله بعرف. انت ما دخلك. يا عيني عليك، ابصم لي هون. هلا راح ابصم، بس بالاول بتقول عند ابو عامر وبتحكي له كل شيء صار معي. ايه بتأمر امر ابو جميل، بتأمر امر. يلا وين هو؟ ايه هون. واذا اعتزت اي شيء انا حاضر. يعطيك العافية يا سيدي، يعطيك العافية. الله يخرب بيتكم. اخي ابو جميل غلي، شنو بشير افندي اكد انه الولد كان عايش لما جابه لدكانه ابو جميل؟ مزبوط كلامك بالغام، مزبوط، لانه ابو جميل هو عم يعطي الدواء للولد، الولد تشرد او ما. ايه معناتها بيستاهل يندك بالسجن؟ بيستاهل، كان ما بيستاهل يهزوا بدنه. الله لا يقيم الشده عن قلبه. امين يا رب، لانه ما بيفهم شغلته بس. ها لا، الحكيم ابو جميل بيفهم بشغلته ومعروف بشطارته ومعروف انه افضل حكيم بكل حارات الشام. ما اختلفنا، بس امي الله يرحمها كانت تقول غلطة الشاطر بألف، وأبو جميل غلط ومات الولد. لا عمي، أبو جميل ما غلط، الولد خالص عمره. خالص عمره قلت لي لك ما جاي. إيش كانت قصة صايرة معك ولا مع أبوك ولا مع أخوك؟ اتحكيت هيك؟ لك عمي، اللي إيده بالمي مو مثل اللي إيده بالنار. بس مو الحق عليكم، لك عمي مو الحق عليكم. أساساً نحن ما عاد بقدر نحكي كلمة الحق. لا فيك تحكي كلمة الحق، بس وقت تسمعها من الطرفين، مو تسمعها من واحد وتغفل عن الثاني. قصدك أبو جميل ما بيستاهل ينتك بالكراكون وياكل فلقة كمان؟ لا أبو جميل ما بيستاهل، شنو يا من خادمك ويا من خادم أهل حارتك. أخي أنت قصة مالك فيها، خليك بشغلك وترك كل شي لحال، وإلا شغلة تضرب أنت وأبو جميل سوا. تضرب منك لحالك، أبو جميل من كباريات الحارة وما حدا بيقدر يجيب معدله بالناقص غصبا عنا. أنت شو عم تحكي بنا؟ مثل ما سمعت، وإن ما عجبك ترمل من هون. أهلك ما شد له، عم تقلعني من دكانتك يا ناطل. أبلعك وبقلع لي أصلا منك. عدوا لشو؟ سيك جيب لي صحن فول جديد، بدي اكل. بدك قرن فليفلة؟ اسمع وفي، احترامي سيدي. بتنزل على الحارة، بتسكر بالشمع الأحمر دكانة أبو جميل وبترجع فورا لعندي. اي أمرك سيدي، أمرك. وفي؟ نعم سيدي. إذا أي واحد من رجال الحارة حاول يوقفك بتشحطه من رقبته لعندي على الكراكون. أي واحد يعني؟ حتى لو كان المختار سيدي؟ المختار، أبو عامر، أو أي واحد من رجال الحارة بتشحطه من رقبته لعندي على الكراكون، وإذا اتطلب منك الأمر قدام الناس كلها طقوا كفين. أمرك سيدي، أمرك. ونبه على أولاده، أي واحد بيفتح الدكان أو بيطق الشمعة الأحمر بدي طق على رقبته. إيه خلاص مفهوم سيدي، أمرك. امسكها منيح. اللي مو عاجبه اني شمعت الدكانه تبع ابو جميل بالشمع الاحمر يبقى يراجع الكراكون. بس لازم يكون في معك امر من الداخليه بتشميع الدكان يا وفي. بالناقص كلمه يا مختار، بالناقص كلمه. قلنا لك مو عاجبك راجع غازي يا فندي. لك وفي؟ الحكي عم تقول لي يا الي؟ ايه لك مختار. ليش في حدا من بين الواقفين عم يحكي غيرك؟
ايه؟ شو عليه؟ لا يكون مو عاجبك مختار. لا مو عاجبني ولا عاجب حدا من اهل الحارة كلهم. عمره ما حدا يعجبه، لا انت ولا كل اهل الحارة، وهذا اخر كلام بسمعه منك مختار. ايه ماشي يا وفي ماشي، اذا كانت هي اوامر سيدك غازي انا رايح شوفه وافهم منه ليش هيك عم يساوي. روح لكم بالكراكون. رح اروح. هذا الختم اللي على الدكاني ما حدا بيشيله ولا حدا بيفتح الدكاني، واي واحد بيتجرأ وبيفتح الدكاني بيتحمل كل المسؤولية. عم تفهم الحكي يا جميل؟ ماشي ماشي يا فندم. اسمعوا لا بشير، مش كان تفكر حالك موظف بالسرايا وابوك رئيس الكراكون وشغلتكم تتبلوا على عماد وتكون غلطان؟ ها روح على البيت انضب انت وياه. روح اكلها وحط ببالك شغله، ابي بده يطلع من الكراكون يعني بده يطلع من الكراكون. ابوك رح يضل منوع بالكراكون ورح يضل ياكل قتل لحتى يتربى ويعرف كيف يداوي اولاد الناس، مو يقتلون يا عبد الحكيم الوسخ انت وياه. ابي اشرف منك ولا ابوك ولك؟ اكلها نزل فردك يا عيب الشوم عليكم. بلاد حارة واحدة وعم تدبحوا بعض ويسن طول يا زعيم. بكفي جميل خلاص. ولك إذا كان أنتوا بلاد حارة واحدة عم تتخانقوا مع بعض مو عتب على الغريب، بدل ما نحط إيدينا بإيدين بعض لنحارب الفرنساوي متخانق مع بعض. جميل خود أخوك يتيسر على البيت. بس يا معلم أبو عامر. خود أخوك وروح. أمرك يا كبير. وانت بشير خود اخوك مطيع روحه على البيت. لا ما عزلت ابو عامر، مو نحن يلي بنضرب بالحاره وبنضل ساعتين عليها بنوب ابو عامر. هلا لا تكبروها الله يرضى عليكم. هيا كبيره يا مختار كبيره. خلص خذوا روح على البيت. لا ما خلصنا يا ابو عامر ما خلصنا. يلا مطيع اتفضلوا على المضافة يا جماعة. اتفضلوا يلا كل واحد على شغله. يلا كل واحد على شغله. شو عملتكم عمي ابو عامر؟ على راسي عمي ابو عامر. شرف زعيم. بيطط بيطط. شو عم تحكي؟ ولادي علقوا مع ولاد ابو جميل؟ ايه والله يا سيدي مثل ما عم بحكي لك، علقت علقه كبيره. عم بقول لك لولا ما تدخلوا كباريت الحاره وعلى راسهم عمي ابو عامر كانوا شلخوا لك ولادك تشريف. يقطع عمرك لا طلع من وشي. ايه شو صار يا سيدي؟ طلع من وشي يا ديش. طلع من وشي. احترامي. الو الو اعطيني وفيق. وفيق اسمعوا لا بتاخذ هلا دوريه مسلحه وبتنزل على الحاره وبتشحط لي اولاد ابو جميل. شحط عندي هون. ايه جميل وصبري بسرعه بسرعه. ترى حبس طريق الكراكون. سيران سمعت شو عم يقول؟ شو هالشي اللي عم يصير؟ مو معقول مو معقول يا ابو صافي. والله يلي عم يصير شي مثل الكذب. حق علينا نحن لانه ساكتين. لك يا بي انتو ليش هون؟ اتخانقنا مع اولاده الغازي يا فندي يا بي. لك ليش تتخانقوا مع هون؟ والله يا بي ما حملنا راسنا نشوفك مجنون وما نساوي شيء. يا بي انت ابونا بتاج راسنا، معقول تركك لحالك هون وما في واحد بكل حاله طلع بايده وطالعك؟ لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. لك يا بي ان شاء الله ما اذيتوا حدا. لا يا بي لا ما حدا اذى.
بس علي ما علي لو كان بإيدي شبريه كنت شركت واحد فيهم. لا يا بي اغضب عليك والله. والله يا بي رح يطق راسي منهم من غازي يا فندي، ولا طايا يشوفون شنو حابسينك. ظلم ظلم يا بي. الله مع المظلوم يا بي، الله مع المظلوم وما بيتركه. لا اله الا الله. لساتك لهلا بتشك انه انا اللي قتلت الولد يا غازي افندي؟ لك مين قتل الولد؟ مين قتل الولد خيرك مين؟ وكل الله وكل الله. والله انا بحياتي ما اذيت حدا لحتى اقتل الولد. بعدين انا شوفي بيني وبينك لحتى اعمل هيك. انت بحياتك ما زعلتني مزبوط ولا عملت معي شي عاطل صح، بس الولد مات. مات الولد مات. الله يعوضك بأحسن منه. ماشي ماشي. اللي صار اليوم من ولادك ولادي تعليم الله ما هن عليه. بعدين انت بتعرف يعني ما في ولد بحب يشوف ابوه محبوس ظلم ويسكت. ما هيك ما هيك غازي افندي؟ يعني هلأ بعد إذنك بلكي بتخلينا نروح على بيتنا ونفتح الدكان اللي خاتمها بالشمع الأحمر. يا سيدي والله ينتقم مني، الله ينتقم مني إذا أنا قتلت الولد. إيه؟ أنا بشكيك لواحد أحد. روح يا أبو جميل، لسه لهلأ ما تأكدت إنك أنت فعلا قتلت الولد. يا سيدي يلا يلا يلا. وفي مرني سيدي مرني. تنزل هلأ هالحارة وبتشيل ختم الشمع الأحمر عند دكانة أبو جميل. نشيله فورا. ايه أمرك سيدي أمرك. شو عدا ما بدا؟
شقام طيب.